السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة. الفيديو تاع اليوم مهم بالبزاف لكم انتم اللي راكم في الدار والاصدقاء اللي راهم يخدموا في المطاعم. الوصفة الاولى راح تكون خبز الزيتون ناجح مليار بالمئة، ديروا به لي ساندويتش وعلى ضمانتكم دحمان. وسل الوصفة الثانية راح تكون ماريني حار، راح نديروا قيس الرطل تاع البولي اللي خرج لكم ربعة لي ساندويتش، والتتبيلة راح تكون قيس واحد كيلوغرام باش خاوتنا اللي يخدموا في لي فاست فود اللي ما يعرفوش لي ماريناد راح يدوا الوصفة هذه ويضربوها في زوج في ثلاثة قد ما راح يديروا البولي. والوصفة الثالثة راح تكون صلصة جزائرية ناجحة مليار بالمئة، يعني كي ديروا هاد الصلصة راح تستغناو على الصلصة هذيك اللي تتباع تجي حاره ومتبله. دوك نعطي لكم واحد السر، يعني هادو وصفات تجاريه محليه. المارينين الاصدقاء اللي راهم يخدموا دي بلاكيست راح يستفادوا منه، يعني وصفه هذه ما راح تلقاوها في حتى بلاصه. هذه هي الصلصه الجيريان تاني كيف كيف خطيره، والبان اوليف شوفوا شحال يجي الشباب وما شاء الله وصفه تاع المخابز. انا واش اللي غبني الفور تاع الغاز، لو كان جا عندنا فور فونتيلي كيما تاع المخابز يخرج احسن واحسن. دوك نتوما الديكوفري ماريني كيفاش يجي طري وطايب ويجي ماريني حتى للقلب. والخبز في الواعر، هذه هي شوفوا الخبز تاعنا كيفاش يجي. هاد الوصفات لازم ما تراطيوهمش وتفرحوا اولادكم، شوفوا الخبز كيفاش يجي ومفخفخ، ديروا به لي ساندويتش وناجح مليار بالمئة. وهنا درت لكم ساندويتش خفيف، درت نقسمو هكذا على زوج. هذا شوفوا الساندويتش تاعنا كيفاش يجي معسل، انتوما اللي راح تفرحوا اولادكم وديروا ساندويتش احسن من المحلات. وخوتي اللي راهم يخدموا دي بلاكيست يتفادوا من الوصفه تاع الصوص الجيريان والماريني حار. خوكم دحمان يقول لكم ديروا لنا غير لجام وفرجه ممتعه للجميع. عندنا 500 غرام تاع الفرينه بالكيسان 3 كيسان ونص، ملعقه تاع خميره الخبز 10 غرامات، ملعقه تاع السكر 10 غرامات، ملعقه تاع الملح 10 غرامات، 300 مليلتر تاع الماء كاس 220، وكاس هنا فيه 80 مليلتر كيما راكم تشوفوا. اللي ما يعرفش 80 مليلتر 8 ملاعق. هنا عندنا زوج ملاعق تاع الزيت 20 غرام، والاضافه اللي راح نديروها كيما المخابز هي محسن الخبز، راح نحتاجو 1.5 غرام، نصف ملعقه صغيره ربع هكذا، يعني اميليورو. هذا نتوما في الدار اللي حبي يديرو يديرو، اللي ما حبش يديرو وخاف على صحته يستغنى عليه. بصح نقول لكم بلي المخابز الجزائريه كامل تستعمل محسن الخبز، هذه هي باش تدوها كفكره. بالنسبه لاميليورو رخيص، يا ربي تشرو قيس 2000 فرنك راح يعطي لكم حوالي 50 غرام، يعني تخدموا بها وتبقاو مخبيينو. اجي نجيبو ليان تاعنا، نحطو 300 مليلتر تاع الماء، ملعقه تاع السكر 10 غرامات، خميره الخبز 10 غرامات كيما راكم تشوفوا. نضيفوا هذيك الكميه تاع محسن الخبز، قلنا 1.5، الا درتو كيلو ديروا 3 غرامات. هذه نضربوهم جيدا، بعد ما خلطتهم خليتهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق 10 دقائق عادي. دوكا نجيبو كامل الكميه تاع الفرينه، قلنا 500 غرام هذه هي. واش راح نديرو؟ راح نديرو الملعقه تاع الملح، قلنا 10 غرامات، الا درتو كيلو راح ديرو 20 غرام. بالنسبه للزيت مازال باش نديروه، نخلو الزيت تاعنا نطمو لاباط خفيف ظريف. بعد ما طميت لاباط المقادير تاع 300 الماء مضبوطه مع الاول تكون 3 لاصق، سعفوها سعفوها حتى تعاود تنطم. دوكا هنا واش راح نديرو؟ نجيبو المستعنة نبداو نقطعو العجين بهذه الطريقة، شوفوا كيفاش هكذايا، هكذا نفتحو حتى لداخل هكذا باش نشوفو هادوما الفقاعات. دوكا هنا واش راح نديرو؟ راح نحطو شوية تاع الزيت هكذايا وندخلو كامل هاديك الزيت تاعنا. وهنا بعد ما عاود طميت الخبز تاعنا نعاودو نديرو نفس الطريقة، شوفوا هادو هما الفقاعات اللي راح نخلي الخبز تاعكم يكون ناجح. وانتم اصحاب البيترا عادي بلا ما ديروا هاد الطريقة، نزيدو نكملو هاديك الملعقة تاع الزيت اللي تبقات، نخدمو لاباط تاعنا هكذا حوالي 5 دقائق، نخدموها مليح نطمها ونعاود نولي ليكم. بعد ما طميت العجين تاعنا نجيبو ليان ونحطوها، شوفو العجينة كي تخدموها شوفو كيفاش راها، يعني عجينة تتكسل. هذه هي العجينة الأصلية، هاداري تكون تقيلة هذه هي. دوكا هنا واش راح نديرو؟ نحطوها كيما راهي،
نغطيها ونخليها تخمر ونجو الوصفة تاع ماريني حار. تبعوا معايا ملح، علبة تاع ياغورت طبيعي، ملعقة هريسة 30 غرام، ملعقة لاموطار 30 غرام، ثلث ملاعق زيت 30 غرام، عندنا هنايا 10 غرامات تاع التوابل، توابل ماريني باللون الأصفر أو تقدروا تستعملوا الكاري. هذا ما كان يعني كي تكون عندكم الخلطة هذه سي بون، ما تزيدوا لا فلفل الكحل لا حتى توابل أخرى. ملعقة تاع الملح 15 غرام، والخليط تاع الثوم ملعقة ليمون ملعقة خل، هذه ما تستغناوش عليها، ضرورية في الوصفة. هنا واش راح ندير، نخلطهم كامل ونعاود نولي لكم. ما خلطنا التتبيلة تاعنا جيدا، هاوليك اللون تاع التتبيلة، قلت لكم هذه التتبيلة خطيرة راح تتحداو أصحاب المحلات، وخوتي صغار اللي راهم يخدموا في فاست فود راح نعلمهم. يعني قلت لكم كاين دي بلاكيست يعرفوا يخدموا يعرفوا يطيبوا يسربوا الساندويتش، لكن ما عندهمش وصفات تاع المارين. تبعوا أخوكم دحمانوس وربي إن شاء الله ناجحين. عندنا 500 غرام تاع الدجاج، راهو مقطع صغير، لازم الماريني يتقطع. أول حاجة كي تجيبوه صدوره واش ديروه؟ تغسلوه بالماء وقطيرة تاع الخل ولا قطيرة تاع الليمون إذا كان متوفر، تغسلوا بيان، تحطوا في الكسكس يقطر جيدا، عندما يقطر يروح له كامل هذاك الماء، تقطعوه رقيق، يعني خدموا بكل احتراف ومن قلبكم. هذه هي دوكا هنا واش راح نديروا، نعاودوا نرجعوا للصفر وتشوفوا الكمية تاع التتبيلة، راح نديروا نصف الكمية، هكذايا، يعني شحال، أوب، زدوا شوية، 100 غرام، نحبسوا. كل حاجة راها واضحة، يعني جامي ولا راح تتلف لكم. مع اخوكم دحمانوس ماريني وهنا الفولي تاعنا، شوفوا كيفاش يجي ماريني بالطبع هكذا باش خالتي يحترفوا. بربي ان شاء الله مادام قام هنا دحمانوس راح يتعلموا كل حاجة. هذه هي دوكا الماريني تاعنا راه واجد لكم، انا راح ندير لكم قيس كيلو، يعني رطل مارينيتو، وهنا تبقات لي نتوما الى عندكم كيلو ولا كيلو ورطل تخبطوها كامل. الماريني واجد، ندخلوا الثلاجة يبرد ونديكم تتعلموا الصلصة الجزائرية. راح نديروا الوصفة قيس حبة بيض، واصحاب المطاعم يدوبليو. هذه هي قلت نخدمها بحبة بيض، قيس العائلة الجزائرية كامل يقدروا يديروها. واش عندنا هنا؟ حبة تاع البيض، فص تاع الثوم، ملعقة صغيرة مطرد، ملعقة صغيرة هريسة، ملعقة طماطم مصبرة، معاها شوية تاع السكر. هاوليك دوكا بالنسبة للسكر والطماطم المصبرة، إذا كانت عندكم الكاتشوب اتنحوهم، اديروا كمية تاع الكاتشوب، راها واضحة. هنا نحتاجوا شوية تاع الملح، شحال عندنا؟ 300 مليلتر تاع الزيت، نحتاجو حوالي 3 ملاعق كبار تاع الماء يكون بارد، حوالي ملعقة كبيرة تاع الخل، إذا كان عصير ليمون ثاني حاجة مليحة. هذه هي، وعندنا التوابل، وشنو هما؟ فلفل كيري وفلفل عكري. نحطو التوابل تاعنا كيما راكم تشوفو. دوكا هنا واش راح نديرو؟ نحطو نصف الكمية تاع الزيت، هكذايا، شوفو نصف الكمية. وهنا بعد ما نجيبو لوبراميكسور تاعنا، دوكا لوبراميكسور باش ما طيحلكمش، خاصة خوتنا اللي يخدمو كونتيتي كبيرة في المطاعم، لوبرا لازم تخلوه لتحتها كامل حتى تتشكل لاصوص. تبعو الطريقة. اذا كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما خلينا لوبرا كامل تحت، شو لاصوص كيفاش تتشكل ما شاء الله. دوكا نزيدو نتقلوها بالزيت، نعاود نشعل الباتور تاعي ونكملو كامل الكميه تاع الزيت. معناها جيدا، يعني لاصوص تاعنا تتماسك مليح. دوكا هنا واش راح نديرو؟ نجيبو هذيك الملعقه تاع الخل، نحطوها كامل، نضربوها مليح، ونبداو نضيفو الماء هذا بشويه ونحركو بشويه، نحركو حتى نفينيو لاصوص تاعنا كامل. الصوص تاعنا راها واجده، هذه هي صوص الجيريان، يعني تجي بالطبع، ما ديروش الطريقه القديمه انكم تطلعوا مايونيز ومن بعد تبداو تزيدوا لها، يعني هذه هي الاصليه كيما تتبع في القرع. شوفوا التوابل كيفاش راهم لداخل فيها، صلصه خطيره. دوكا واش راح نديروا؟ نعمرها في قرعه، نخليها في الثلاجه تبرد تزيد تمسك روحها، ونعاودوا نولوا الخبز تاعنا على بركه الله. الخبز تاعنا بعد ما تنفخ، دوكا هنا واش راح نديروا له؟ راح نهبطوا له الخمر. شوفوا الخيوط كيفاش يديرهم، يعني وصفة ناجحة مليار بالمئة. هذه هي شوفوا، نهبطها دوكا هنا واش راح ندير؟ راح نهبطها فوق البلون طرافاي، نقسمهم على 150 ونعاود نولي لكم. دوزو باش نفاصونيو الخبز تاعنا، راح نستعينو بشوية تاع الفرينة، نجيبو لافات تاعنا هكذا، نخفي الطريف كيما راكم تشوفو، لافات تاعنا راح تلصق، نستعينو بشوية تاع الفرينة. هذه هي بالنسبة للحبة الأولى، راني خدمتها حطيتها في البلاطو. دوك تشوفو الطريقة كيفاش، بعد ما نفتحو الخبز تاعنا توجور ندورو بهاد الطريقة، ونبداو ندورو خفيف طريف هكذايا، كيما نعرفو كيما العادة والعوايد. هذه هي غير نوصلو هنا واش راح نديرو؟ ها نقرصو خفيف طريف هكذايا، تقريصات خفيف طرف
ونشوفوا لافات تاعكم كيما قلت لستو لا استعانوا بشويه فارينا. هذه هي الرولي والخبيزه تاعنا هكذا بهذه الطريقه، ومن بعد توجور هاي ديك الجهه اللي نغرقوها توجور الجهه هكذا من تحت، والخبيزه تاعنا راها متحوفه دوكا نديها نحطها في الصينيه. بعد ما فاصونيتهم كامل شوفوا ليه ليه بداو يرفونديو دوكا نوجدوا الخلطه السحريه واللي هي حبه تاع البيض ملعقه تاع الهريسه وندربوهم جيدا دوكا ندهنهم كامل بهذه الطريقه. وهنا بعد ما دهنتها نجيبوا حبيبه تاع الزيتون ونرشقوها هنايا، هذه هي هي يجي فيها الزيتون الاسود. انا ما بقاليش قد لقيت غير حبه كحله نخلينا راح نكملهم بالاخضر. بعد ما خلينا الخبز تاعنا ارتاح دوكا نجو الطياب تاعنا الفور، ضروري انكم تشعلوه من قبل حوالي ساعه، تخلوه يسخن على 180 درجه. اللي عندهم الفونتيلي يشعلوها، ندخلوا الخبز تاعنا يطيب راح يشد لنا حوالي 20 حتى 25 دقيقه ونجو نشوفوه على بركه الله. داك الخبز تاعنا بعد ما طاب لنا راح يشد لكم من 25 ممكن حتى ل 28 دوك على حساب الفور تاعكم، الا كان فونتيلي راح يخرج بالطبع. شوفوا الخبز تاعنا بعد ما طاب شحال يجي خفيف، شوفوا كيفاش خفيف يعني خبز وعليه الكلام. نديرو به لي ساندويتش هذه دوك نقلبوه كامل هكذا نخلوه يرتاح. بالنسبه للمارين تاعنا نشعلوا البلاك نسخنوها مليح نطيبوه كامل ونعاود نولي لكم. بعد ما طاب المارين شوفوا المارين تاعنا شحال يجي ذهبي ويجي ما شاء الله الطياب تاعو، شوفوا الجا شحال يجي طري ويجي بنين للداخل. هذه هي قلت لكم الكميه هذه تاع رطل دير لكم 4 دي ساندويتش، يعني ساندويتش فيه 125 غرام. بالنسبه للخبز تاعنا راهو برد شويه، شوفوا شحال يجي خفيف يعني خبز وعليه الكلام. تجيبوا الموس تاع المنشار تاعكم بهذه الطريقه وتفتحوا الخبز تاعكم، شوفوا شحال يجي شباب من الداخل، يعني خبز كيما اللي تلقاوه في المخابز. شوفوا هذا كي تلقاو هذا الفراغ تاع البابا اعرفوا بلي الخبز تاعكم ناجح. دوك انا واش راح ندير، راح ندير غير شويه تاع فرماج بولي والصلصه هذه هي، وانتوما ديروا فيها شويه فريت شويه شلاضة كل واحد يدير واش يحب. نحطو هنا شويه فرماج ونمشيوه كامل خفيف ظريف هكذا. الصلصه الجزائريه قلت لكم نعمروها هنا في القرعه، صدقوني انه هاد لاصوص راح تهبلكم. هذه هي نديرو شويه تاع البولي هكذا قيس 125 غرام هكذا، يعني قلت لكم راح يخرج لكم 4 لي ساندويتش. شوفوا شحال يجي الشباب، نزلو هنا شويه لاصوص هكذا يا اونبريسيه. الناس اللي تحب الفريت سلطه طوماط بصل دوك الواحد يدير واش يحب. راح نبريسي الساندويتش تاعي ونجو نشوفوه في النتيجه النهائيه. احنا وصلنا للنتيجه النهائيه، الماريني تاعنا تقسمته في بدايه الفيديو، شوف شحال يجي الشباب مع الخبز اللي يجي خفيف ماريني في الواعر، شتو المقادير كامله مضبوطه، ومع الخبز تاعنا اللي راح يكون ناجح. وصفه مضمونه وتفرحوا بها العائله تاعكم مع الصوص الجيريان والماريني. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وكان خفيف ظريف عليكم. خوكم دحمان اسمه بقى يقول لكم غير بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده، السلام.